طيب عايزين نعمل المرة دي الرابعة اللي هي هنبعت اي دي معين. طبعا دي جيت عادية جدا، ما بعتش اي جيسون ولا اي حاجة خالص، ببعت الاي دي من فوق يعني في اليو ار ال، وبيطلع لي الديتيلز بتاعة البوك، بيطلع الديتيلز بتاعة الايه البوك. اروح هنا، عندي مش ديليت ولا بوست، دي جيت عادية. فممكن اروح دلوقتي اجيب الجيت اللي كانت موجودة قبل كده، وأقول إن إحنا المرة دي عايزين نعمل another get. جيت المرة دي مش على سلاش ليست بوك، لأ، مر نقطتين كده ونكتب ID. المرة دي هتبعت لي سلاش يعني اسم السايت سلاش وقيمة ID مختلف، ماشي؟ طيب دي أول لقطة ناخد بالنا منها. طيب بعد كده هنعمل find. الفايند هنا هتاخد هنا بقى المرة دي مش فلتر، هتاخد كويري ببحث بيه. يعني انا دلوقتي عاوز ازود هنا بار واعمل كويري استعلام معين قول بيساوي، واظبط بقى الاستعلام بتاعي حاجه بتساوي حاجه، واجيب لي النتيجه بتاعت حاجه بتساوي حاجه. اللي انا عايز اسويه، عايز ااكد ان الاي دي اللي هو اندرسكور اي دي اللي في الداتابيز لازم يكون بيساوي الاي دي اللي اتبعت لي هنا. فكل اللي انا هعمله ان انا هقول له ان الاندرسكور اي دي يكون بيساوي الريكوست اللي جاي لي dot parameters dot id. مفترض انا مسميه هنا id مش underscore id، فده اعتقد ده اللي جاي من الريكوست اللي جاي لي. وعشان اعرفه ان دوت object id لازم اعمل ايه، new mongo db dot object ايه object id، ومسلمه كده الحته دي كده اهو. بقول له اتاكد ان ده اوبجكت اي دي بتاع المونجو، وان ده اي دي صحيح، لازم يكون الاندر سكور اي دي في الداتابيز بيساوي الرقم الاي دي اللي هيجي لي من هنا، وبناء عليه الكوليكشن بتاعت البوك هتفايند طبقا للكويري ده. طبقا للكويري ده تحول الكلام ده الاري، والريزلت هترجع بالكلام ده كله. فهيبقى بناء عليه الريزلت اللي راجعه بعد ما طبعا عملنا ان دوت جيسون، قلنا في الراي في الريسبونس دوت رايت ايه، بعتنا الريزلت بتاعتنا اللي هي عبارة عن الديتيل بتاعة الكتاب لما يكون الاي دي زي الاي دي اللي احنا بعتينه. نجرب بقى على البوستمان، ونفتح البوستمان كده، نعمل نيو تاب كده ونقول دي جيت، ايوه، لوكال هوست 8080 سلاش، واديله رقم الايه؟ رقم الكتاب. طبعا ده رقم غلط يعني، مش هنعمل اكتر من كده، هو ده بس اللي احنا محتاجينه. نقوم بس السيرفر ونجيب ادي البارش اللي اهي، ولا دوس دي، ونقول له ان احنا عايزين يا نود تقوم لنا الاي بي اي مسيب على طول او مهنا، ونسند كده. قال لي ما ردش عليا، قال لي طلعت ايرور في مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه، ماشي. بيقول لي argument passed in must be a single string مش عارف ايه، طلع لي حاجات كده كتير انا مش عارف ايه. على العموم انا محتاج من هنا مثلا كتاب الويب ديفلوبمنت اللي ضفناه، محتاجين الاوبجكت اي دي بتاعته، اخدها كوبي و وارميها هنا بدل الواحد ده، ورن من اول وجديد وسند. جاب لي ما طلعش ايرور، بس جاب لي حاجه فاضيه، جاب لي ديتا فاضيه كده. طيب يبقى في عندنا هنا في بروبلم. احنا عاملين كويري، عاملين قوسين هنا ليه؟ مع ان القوسين اصلا احنا عاملينهم فوق اهي، صح؟ مش محتاجين نعملهم مرتي، نعملها تحت وفوق ليه؟ ماشي، تروح خلاص كنترول سي كده ورن من اول جديد كده، معلش. وتعالى يا بوستمان تستلي كده الدنيا، سند. اها، جاب لي ادي الاي دي وادي لايف سبان وادي التايتل وادي الاوثرز وادي الايديشن وادي الديسكريبشن.
يبقى كده الدنيا اشتغلت صح. طبعا اليو ار ال ده بيبقى ساعات مبيبقاش محبوب. ممكن نقول مثلا ايه بقى المفترض، ان هو بوكس سلاش والاي دي او جيت بوك سلاش اي دي مثلا. في الحالة دي نرن نرن دي كده كنترول سي ونرن، في نفس الوقت نظبط ده هنا ان ده هيبقى اسمه جيت بوك سلاش ونرن تاني كده. هو قبل برضو عادي جدا بجيت بوك سلاش والاي دي اللي موجود، وانا اشتغلت على الاي دي وقدرنا نجيب الايه الداتا اللي احنا عايزينها. وعايزين نشيك كده على الفيرشوال الفيجوال سينكينج ده، نرجع للبوست مان ونبست الرقم الجديد ونقول له سند. جاب لي بيانات الفيجوال سينكينج فعلا، واقدر اشتغل معاها زي ما انا عاوز. بكده نكون ايه قدرنا نظبط ان هو يجيب لي داتا بتاعت حاجه معينه وباليو ار ال، ما هواش بالايه ما هواش بالجيسون فايل اللي بيتبعت.